النجمة صفاء أبو السعود، بعدين معاك بعدين معاك. النجم أحمد صياد، بعدين معاكي بعدين معاكي. في يوميات صفصف. انتوا ليه ناقر ونقير كده؟ انتوا بعدين معاك يا صفصف فعلا بتطير كل يوم في حالة كده. هي اللي بتعمل كل يوم زي الفوازير. عايز طلباتك وبس، وما يهمكش النخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. لحظه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. محسومه بالدقيقه والثانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه، وقتنا مع صفصف حاجه تانيه. يوميات صفصف، تأليف أحمد القصبي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. يعني يا عظمي، يعني يا دماغي يا دماغي، يعني يا كل حاجة يعني. ألف سلامة عليك يا صفصف يا حبيبتي، يا ريتني كنت أنا وأنت. لا يا ريت. نعم يا صفصف. لا مش يا ريت. بتتمني المرض؟ مش انت، لا مش انت، ده بس بتاع الوجع اللي بقول يا ريت كده. يا اخي بقول لك يا ريت يا حاتم تجيب لي بس كوبايه مياه اشرب. يا حبيبتي من عيني يا صفصف، ان شاء الله تقومي بالسلامه وتخفي وانا تروح في داهيه. اخص عليكي. مش انت، اخص عليك يا صفصف، عايز انا اروح في داهيه؟ لا يا حبيبي، ده انا بقول عشان العيا والتعب في داهيه، ده مش ليك، للعيا والتعب. بقول لك ايه، تروح في داهيه اي حاجه وكل حاجه بس الصحه لا. عندك حق، عندك حق والله. وانا مالي النهارده فاهم كل حاجه غلط ليه؟ انا عارفه. بعد اذنك يا حاتم يا حبيبي، روح افتح الباب حالا. خش يا معقولة. خش يا جعفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كانش يومك يا ستي. الله يرحمك يا غالية. بس يا معقولة يا مجنونة انتي، انا لسه عايشة وحبقى زي الفل. يا اللي اتخطفتي في عز شبابك يا ستي. الهي انت اللي تتخطفي يا بعيدة، تتخطفي من عصابة ويطلبوا فدية فيكي، واهلك يبخلوا يدفعوا الفدية اللي فيكي دي، والعصابة تموتك كمان. يا ريت يا رب. ماشية معاك يا سي حاتم. ها هي مين دي اللي ماشيه معاك؟ ست صفصف ماتت وانت هتلعب بديلك. لما يا جدع انت، مش ناقصك يا حاتم بيه، ما تخافش، انا هكون سترك وغطاك ومش هقول لحد. انتوا بتتكلموا وترغوا تقولوا ايه؟ ده سي حاتم عاوز يلعب بديله يا ست صفصف، وانا بقول له ما تعملش كده. ايه اخس اخس عليك يا حاتم، بقى دور برد صغير كده يخليك تفكر انك تلعب بديلك. يا ست انتي، هو انا ليا اصلا ديل عشان العب بيه؟ ده تصدق كلام الجدع ده؟ ما كانش العاشم يا سي حاتم، ما كانش العاشم كده تلعب بدالك، ولسه الاربعين بتاع ست صفصف ما عداش. اربعين ايه انت كمان؟ الهي اربعين عفريت يسخطوك يا بعيدة. تصدق جعفر ان انت عندك حق. ايه؟ انا لازم استغل تعب صفصف واعمل حاجة. أبا عليك يا سي حاتم، أمال عملت شريف ليه عندها جوه لما قلت لك تلعب بديلك؟ أنا شريف غصب عنك بني آدم أنت، بعدين أنا مش هعمل الحاجات الوحشة اللي في دماغك دي، قصدي حاجة تانية خالص. ناوي على إيه يا حاتم بيه؟ لا لا مش هقول لك، تقعد فتان وهتقول لهم. لا ما تخافش، قولوا مش هقول لحد، قول والنبي قول. وعي؟ وعي. طب احلف. وحياة زحل. طيب ما دام حلفت بزحلف هقول لك. شوف أنا من زمان
وانا نفسي في اكله ملوخيه. انتهز فرصه ان صفصف تعبانه واعمل لنفسي شويه ملوخيه من اللي قلبك يحبهم. يعني كل الغاغه دي عشان ملوخيه؟ هتخون الست صفصف مع الملوخيه؟ لا مع الفراخ. بالهنا والشفا يا بيه، مع الملوخيه مع الفراخ، انت حر في اللي انت عاوزه. تفتكر حاتم وجعفر ناويين على ايه؟ ما تخافيش يا ستي، طالما جعفر جوزي في الموضوع يبقى مفيش حاجه يا هانم، مفيش حاجه. اشمعنى يا معقول؟ لان جعفر جوزي اهبل. والله اهبل وما عندوش عقل. اي خطه هيبقى شريك فيها هتبوظ كده. ده انا يبقى كده اطمنت على الاخر. ما هو برضو مش معقول اتعب من هنا واعيه يقوم حاتم يبوظ الدنيا. ما تقلقيش يا ستي، انا هراقبهم من بعيد لبعيد. صح كده، برافو عليكي يا معقول، راقبيهم من بعيد لبعيد. بقول لك يا جعفر، ايوه، انت تعرف مقادير الملوخيه؟ ايوه طبعا. امال ايه بيه؟ بص، بتجيب البوسله وعليها كوسه. الله يقرب بيت ذكائك. بزله ايه وكوسه ايه؟ ايه عاوز حاجه معقوله؟ لا لا يا بيه، انا بس جايه اراقبك واتصنت عليكم بقى، بس من بعيد لبعيد. والله فيك الخير يا بنتي. بتقول ايه؟ ترابينا ليه يا بنت انت؟ واحنا حراميه؟ على فكره يا بيه، معقوله بقت في ايدك اكتر في الحدوته دي؟ اول مره في حياتك تقول كلمه صح. والله ما كان قصدي. حدوته؟ حدوته ايه يا سي حاتم؟ الصندوربه؟ عاوز ملوخيه يا معقوله، نفسي اعمل ملوخيه. انت عملتها قبل كده يا بيه؟ الصراحه لا. طيب سيبني اني اعملها لك. لا، انزلي هاتي لي ملوخيه خضراء مش ملوخيه مجمده، وانا هدخل على النت اشوف الملوخيه بتتعمل ازاي واعملها. غمضي عينيكي. اغمض عينيا؟ حاتم انا عيانه، مش ناقصه مفاجآت مش حلوه. غمضي عينيكي بس. حاضر يا سيدي. فتحي بقى. ايه ده بقى؟ قصريه الزرع دي ايه؟ انت زارع حاجه في الحله؟ لا دي ملوخيه. بجد؟ والله العظيم ملوخيه انا اللي عاملها، جبت الوصفه من عند الانترنت. الله، وانت عاملها بالعيدان بتاعتها؟ يعني العيدان طالعه كده من بره الحله، كان لازم يا استاذ تقطفها. اقطفها ازاي يعني؟ اضيع نصها؟ ايوه، كان لازم تقطف الملوخيه، مش موجوده الحته دي على الانترنت صح؟ مش عارف والله، اصل البقه خلصت مني في نص الوصفه يعني. بعد كده يا شاطر، يا اما تجيب ملوخيه مجمده يا اما تشحن البقه كويس يا فالح. كنتم مع يوميات صفصف مع النجمه صفاء ابو السعود. يا حلوة النهار انتي لفتي الانظار، وكعبي علي عليكي بجد ومش هزار. انا بنك المعلومات ودماغي تسوى ألوفات. طب شغل جيبك يا حلوة، انا ناقصني حاجات. شغل جيبك يا حلوة، ده انا عندي عزومات. طب شغل جيبك يا حلوة، انا ناقصني حاجات. محسومة بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، بطولة عادل شعبان، مصطفى درويش، نجاح حسن، عبير مكاوي، أمير عبد الواحد، تغريد النجار، موسيقى وألحان سيد الشاعر، توزيع مصطفى البوب، هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصبي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية.